اوكي، مرحبا، يعطيكم العافية. ان شاء الله تكونوا بكم بخير. بالنسبة للجينيتكس، حبلش بتشابتر 4. هلا الفرق بين تشابتر 4 وباقي التشابترز ان انا تشابتر 4 ما حاشرح عن الكورس، ما حاعمل شير سكرين للكورس، حاضطر اعمل شير سكرين للنوتس اللي عندي، لان ابسوليوتلي انه الكورس عنا معقد. يعني بهذا التشابتر اللي هو عبارة عن كالكوليشنز، اشياء كثير هينة، وحتى في اشياء انتم بتعرفوها من الترمينال. فبالتالي اشياء الكورس انا بحسه بضيع صراحة. فبالتالي كرمال هيك انا بدي اشرحه هيك كسامري، اكتب كل شيء قدامكم ودغري اعطي اكزامبل وطبق. اوكي، المندليان تشابتر هو اساس للجينيتكس. يعني هلا بلشنا نحن الجينيتكس مزبوط، لما نفوت بالبروبابيليتي وبكروسز وهالاخبار. حبلش بالجنراليتيز. الجنراليتيز اللي لقلي هن انه شو التعريفات اللي انا لازم اعرفها. لازم اعرف شو يعني جين. اوكي، حبلش شو يعني جين. جين شو يعني جين؟ الجين is the unit of heredity where heredity is the passing of these features traits from the parents to offspring. الجينز هي شو؟ هي الـ unit of heredity. unit of heredity. اوكي، هي اللي بتدرس لي عملية انتقال traits from parents to offsprings. offsprings يعني الولاد. هلا انا ما بحكي كثير انجلش بالفيديوز، مش لان انا ما بدي احكي انجلش، بس لان انه في كثير طلاب منكم عندهم شوية ضعف بالانجلش، وانا بدي الكل يكون الموضوع واضح. اوكي، طيب فيكن بالمناسبة بس لأرجع عيد شيء ما قلته، انه انا مثل ما عم قولهم بهذا الشابتر، اذا بتدرسوهم مثل ما انا عم قولهم، بتعملوا سامري وراي وبتكتبوا نوتس وراي، بكفي وبكتير، وبتقفلوا الاسئلة اللي خاصة بمندل. اوكي، طيب شو هن الهومولوجس كروموزومز؟ هومولوجس كروموزوم. شو يعني هومولوجس كروموزوم؟ هومولوجس كروموزوم هن كروموزوم او pair of chromosomes اللي هن of same type consist of one maternal and one paternal. انا عندي هومولوجس كروموزوم هن مؤلفين من اثنين parts، هن نفس الكروموزوم، بيكون واحدة من الماترنال يعني واحدة من الام، واحدة من الباترنال يعني من الباي. اوكي، طيب هلا بدي اعرف شو يعني لوكس. لوكس بحكي عنه لما ادرس a position of a gene on chromosome. يعني انا هيدا كروموزوم مثلا، انا عندي جين مثلا لتعول هيدا كذا، هون جين، هون هيدا المحل الموجود فيه الجين بنسميه لوكس. اوكي، طيب هلا بدي اجي احكي عن القليل. القليل is a version of gene. القليل هو version of gene. عندي انا ثلاث انواع من القليل، ممكن ينقسموا لثلاث parts، ممكن تكون dominant، ممكن تكون recessive، ممكن تكون co-dominant. اوكي، خدت شوية معجوق لانه شوي ساعة. مهم، dominant هو لما يكون عندي شي ماسك شي، مثلا بلو بلس وايت، البيرنتس عطوني بلو، هون بدل انه البلو هو الدوميننت، عمل ماسكينج للوايت، كنسل الوايت يعني غطى عليه. طيب ريسيسيف هو لما يكون ماسكت قليل، هو الماسكت قليل. مين الماسكت هون؟ هون الدوميننت البلو، مين الماسكت؟ هو الوايت. الكودومينانت بوث قليل ار اكسبريست. مثلا اهم اكزامبل عندي الاي بي جروب، مثلا حاعطيكم اكزامبل، اذا عندي بينك بلس وايت، اعطوني بينك دوتت وايت، يعني عندي ورود زهر عملوا كروس مع ورود بيض، اعطوني ورود زهر منقطين ابيض. هودي البوث قليلز ار اكسبريست، اثنين قليلز ار اكسبريست، مجرد ما شفت اثنين قليل ار اكسبريست بنسميها كودومينانت. بنسميها co-dominant. طيب هلا لاجي احكي عن شو يعني genotype. What is a genotype? Genotype هي الجينيتك ميك اب تبع البيرسون، بتعملي representing للترانسميدد الليلز. يعني انا بعرف شو هن الليلز اللي عنده اياها، مثلا هل هو بلاك هل هو وايت، بستعملها using letters. اوكي،
طيب شو كمان بدي احكي؟ بدي احكي هلا عن الفينوتايب. الفينوتايب يعني هون letters مثلا BB يعني بلاق BB اوكي. بس بدي احكي عن الفينوتايب. الفينوتايب هي بتحكي لي عن التريت بس using شو words. يعني BB مثلا اعتبرها البي للبلاك يعني هو بلاك. هيك الفينوتايب برمز له، هيك الجينوتايب برمز له بأحرف. اوكي شو يعني هوموزايجس؟ هوموزايجس شو يعني هوموزايجس؟ وان خليني نشوف احلى ما اكون مش حاطط البال. اوكي شو يعني هوموزايجس؟ هوموزايجس having same allele at the same locus. هوموزايجس يعني عنده same allele at same locus. هيتروزايجس عكسه عنده different alleles. مثل مين مثلا؟ عندي دي دي هذا هيتروزايجت، دي دي هيدا هوموزايجت، او دي دي هيدا هوموزايجت. اوكي الهيميزايجس اوكي هيمي انتبهوا هيمي زايجس. هيمي زايجس هو لما يكون عندي الليل absent in other chromosome. يعني انا عندي الليل اصلا، عندي كروموزوم ما عليه الليل اصلا، في كروموزوم واحد عليه الليل. اوكي كلنا بنعرف انه السمول لتر هو بالرمز للريسيسيف والبيج لتر هو باللفظ للنورمال يعني للدوميننت، او فينا نقول للدوميننت. ايه واغلب الاحيان بنحط الصغير للمرض والكبير لهيدا حسب اذا نورمال ولا ريسيسيف المرض. اوكي هلا عندي انا اوتوزومال جينز هن الموجودين اون اوتوزومز اللي هن اول 23 بير. عندي جونوزومال جينز هن الموجودين على الاكس اور واي او على الاكس والواي مع بعض. عندي لينكد جينز، اذا عندي لينكد جينز شو يعني لينكد جينز؟ لينكد جينز هن الجينز اللي بيكونوا موجودين اون ذا سيم كروموزوم مثل A اند B. A B مثلا هودي شو هون؟ هودي لينكد. طيب نون لينكد جينز هن موجودين اون ديفرنت كروموزوم نون لينك. كيف يعني نون لينك؟ مثل A لحال والبي لحال هيك، هودي نون لينكد. اوكي هذا الفرق بين اللينكد والنون لينكد نون لينكد جينز. اوكي هلا بدي احكي عن انواع الكروس. عندي هايبريد، شيء بنسميه هايبريد. الهايبريد هي عباره انه هي ريزلت اوف كروس بتوين جينيتيكلي بيرنتس ديفرنت بيرنتس. عندي بيرنت 1 كروس بيرنت 2 هذه بنسميها هايبريد. اوكي عندي باك كروس لما اعمل كروس بتوين اف 1 يعني فيرست جينيريشن اول جينيريشن طلعت معي كروسنج مع هومو بيرنتس. عندي التست كروس واللي هي الاهم هي كروسنج اوف انون جينوتايب، واحد عنده انون جينوتايب مع هوموزايجس ريسيسيف. مثلا دي دي كروس دي دي هذا هوموزايجس ريسيسيف، هذا عنده انون جينوتايب اللي هو من الاف 1 يعني. اوكي طيب هو بالنسبة للديفينيشنز اللي بدنا نحكي عنهم هودي الانترودكشن اللي قلنا. هلا بالنسبة للهايبريد، الهايبريد بالمندليان بنقسم لثلاثة أفكار. عندي فكرة المونو هايبريد، مونو هايبريد بتكون الراشيو لها على 4. عندي الداي هايبريد، عندي الداي هايبريد، وعندي التراي هايبريد او بنسميه خلينا نقول بولي هايبريد. اوكي المونو هايبريد لما احكي عن 1 بير اوف جين هيدي على 16 وهي على 64 بيكون الفاليو للقلة. داي هايبريد عن 2 بيرز. تراي هايبريد او بولي هايبريد حسب انا عندي مور ذان 1 بير. يعني هون بحكي عن 1 تريت بالمونو، هون بحكي عن 2 traits بالداي، هون بحكي عن more than 2 traits. اوكي شو يعني fertile شو يعني sterile؟ كلنا بنعرف fertile بيجيب اولاد، sterile ما بيجيب اولاد. طب اذا بدي اجي هلا بلش احكي عن المودرن جينيتكس، مودرن يلا بس سوري. اوكي عن المودرن جينيتكس، كيف انا المودرن جينيتكس؟ حاعطي اكزامبل دغري. اذا عندي cross between دي دي هومو دومينانت كروس هومو ريسيسيف حيعطيني شو الجامت؟ هي حطاتي جامت دي وهي حطاتي جامت دي،
100% جامد دي ريسيسيف و 100% جامد دي دومينت. تعالوا شو بيطلع الاف 1 يعني دي دي بيطلع الاف 1 هيتر. طب تعالوا نعمل اف 1 كروس اف 1 اف 1 كروس اف 1 يعني عندي دي دي كروس دي دي. لما دي دي كروس دي دي هيدا شو حيعطي؟ هاتي 50% دي و 50% دي تانية دي صغيرة. هاي يعطي 50% دي كبيرة و 50% دي عفوا دي صغيرة. طيب كيف بيطلع الاف 2 اذا بدي احكي مودرن؟ مودرن كلاسيفيكيشن هيك بقسم، عندي دي 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 كروس، من تحت عندي دي دي عندي شو حيطلعوا الريزلتس اللي بعد ما اضرب البعيد بالبعيد والقريب بالقريب انه اضربهم ببعض، طلع عندي يا اما دي دي يا اما دي دي يا اما دي دي يا اما دي دي. هودي شو بهون؟ هو هيترو، هودي هومو ريسيسيف، هيدا هومو دومينانت، هيدا هومو ريسيسيف. اوكي هذا الفرق بيناتهم. طيب هذا المودرن كلاسيفيكيشن او مودرن جينيتكس عفوا مش كلاسيفيكيشن. طيب اذا بدي اجي احكي عن البينات سكوير، بانات سكوير هي لما انا اجي صفهم، خليني اخذ نفس الاكزامبل، اجي اعمل تيبل حط اول جامتس ضرب تاني جامتس، الجامتس الاول دي 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 ضرب دي 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 ضرب دي 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 ضرب دي 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 ودي ضرب دي دي دي. شو طلع عندي الفينوتايبك ريشيو؟ الفينوتايبك ريشيو طلعت عندي الفينوتايبك ريشيو 3 to 1. شو بقصد بالثري؟ ثري شو بهون؟ 1 2 3 3 دومينانت وواحد شو به؟ واحد ايش به؟ ريسيسيف. اوكي طب شو الجينوتايبك ريشيو؟ جينوتايبك جينوتايبك ريشيو بيطلع كجينوتايب مش كفينوتايب 1 to 2 to 1. شو بقصد بال1؟ هومو دومينانت اللي هو الدي دي، التو هي الهيترو اللي هن دي 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 دي، والها هي الهومو ريسيسيف. طلع هيدي وهيدي، هيدي هي هومو دومينانت، هيدي شو؟ هيترو. خليني غير اللون. هيدا هومو دومينانت، هيدا هومو ريسيسيف، هيدول الاثنين هن هيترو. اوكي هيدي معناتهم لهلا. اوكي يعني كالعمل هيدا السكوير اول شيء هو الدايجرام لعمل بريدكشن للجينوتايب اوف بارتيكولار كروسز. اول شيء بعمل برسم الجينوتايب اوف ذا بيرنتس، بكتب البوسيبل جاميتس، يعني بعمل هول ستيبس اللي هون اللي انا عملتهم اللي كنا بنعرفهم من التيرمينال ومن البريفي، برجع بوزعهم بقلب التيبل وبضرب بضربهم ببعض. اوكي طيب اذا كان عندي انا بدي احكي عن مصطلحات، اذا عندي هومو دومينانت قلنا عنه شو معناتها، هيترو دومينانت، الهومو دومينانت بيكون الراشيو اللي لها 1/4، الهيترو دومينانت بتكون 2/4 وهي بتكون 1/4 الهومو ريسيسيف، يعني هاي هي 1/4. خلينا نشوف قد صار مدة الفيديو. اوكي لا بعد منيح. اوكي طيب هلا اذا بدي احكي عن التست كروس، تست كروس هي عباره عن اف 1 كروس هومو، أفون مثلا دي دي كروس دي دي، هيدا شو حيعطيني؟ 50% دي دومينانت 50% دي ريسيسيف، هيدا حيعطيني 100% دي دومينانت دي ريسيسيف. هيدا الفرق بين هومو وهيترو. اوكي طيب اذا انا بدي اجي احكي عن عن شو بدي اقولكم، بدي احكي عن نوع او خليها لبعدين هاي. اذا بدي اجي احكي عن نوع او لا خليها لبعدين. طيب هلا اذا بدي احكي عن الداي هايبريد، عفوا عن الداي هايبريد كروس، داي هايبريد داي هايبريد كروس. اوكي شو الداي هايبريد كروس؟ داي هايبريد كروس هو كروسينج اوف تو تريتس، هو لما عمل كروسينج اوف تو تريتس. خليني ارمز للدي بالدومينانت والدي الصغيره بالرسس. اوكي الراشيو تبع السلف كروس لما اعمل سلف كروس لهيدول حيطلع معي 9/16 دي دي، 3/16 ار
دي خليني اخذ ار صغار يعني ريسيسيف، اوكي ار الصغير يعني ريسيسيف، دي الكبير هي الدوميننت. 3 على 16 هي دي ار، و1 على 16 هي ار ار. شو بقصد فيهم؟ هيدي معناتها دوميننت دوميننت، هيدي معناتها ريسيسيف دوميننت، هي معناتها دوميننت ريسيسيف، هي معناتها ريسيسيف ريسيسيف. يعني الداي هايبريد كروس الراشيو تبعوله هو 9 3 3 1، هيدا الراشيو تبع الداي هايبريد كروس. اوكي طيب، اذا بدي اجي اعمل انا في شيء غير البينات سكوير، في عندي دايجرام بنسميها برانش دايجرام، ميثود بنسميها برانش دايجرام، هي بتصير انه انا اجي وزعهم اقسمهم واعملهم كبرانش دايجرام. مثلا خليني اخذ اليالو، يالو عندي داي هايبريد كروس للكالر، اليالو اللي هو دوميننت بالكالر، والجرين اللي هو ريسيسيف بالكالر، وعندي شكلهم عند الراوند هو الدوميننت، وعند الرينكلد هو الريسيسيف. انا هون عندي داي هايبريد كروس، عندي اول اثنين اليالو والجرين هني للكالر كالر تريت، وهذا لنحول على الشيب تريت. انا كيف بعمل هيدا البينات سكوير؟ هيدا البينات سكوير بقسم انا اذا كان عندي اليالو والجرين هني، هاي بقسمهم اثنين مونو هايبريد. البرانش دايجرام هدفها انه تقسم الداي هايبريد والتراي هايبريد يعني والبولي هايبريد لا تحولهم لا مونو هايبريدز. خلينا احكي عن اليالو كروس جرين اول شيء اصمتهم. اليالو هو الدوميننت والجرين هو الكروس هو الريسيسيف. كلنا بنعرف دائما حيكون عندي 3 ارباع الدوميننت يعني 3 ارباع يالو، وحيكون عندي ربع الريسيسيف. مين هو الربع الريسيسيف؟ خلينا ننزله لتحت. ربع الريسيسيف اللي هو مين؟ الجرين. اوكي طيب، هلا بدي احكي عن الرينكلد كمان نفس الشيء. عند الرينكلد والرينكلد والراوند بعرف انا انه الرينك الراوند هو الدوميننت والرينكلد هو الريسيسيف، يعني عندي 3 ارباع رينك راوند وعندي ربع رينكلد، وبدي اقسمهم كمان على الريسيسيف. عندي 3 ارباع راوند ربع رينكلد. طيب تعالوا نضربهم، 3 ارباع ضرب 3 ارباع حيعطوني مش قد ايه، حيعطوني 9 على 16. 9 على 16 دوميننت دوميننت اللي هي اليالو راوند. 3 على 4 ضرب 1 على 4 قد ايه حيعطيني؟ حيعطيني 1 3 على 16 اللي هي مين؟ يالو رينكلد يعني دوميننت ريسيسيف. اوكي الجرين اللي هي الدوميننت ريسيسيف، هي ضرب هي شو حيعطيني؟ 3 على 16 اللي هي مين؟ الريسيسيف دوميننت. ليه؟ لانه جرين كروس راوند، هيدا ريسيسيف وهيدا دوميننت. وعندي جرين ضد رينكلد يعني ريسيسيف ريسيسيف اللي بتطلع 1 على 16 هي ريسيسيف ريسيسيف. يعني هيدا الكروس البرانش دايجرام وصلتني لنفس النتيجه اللي هي 9 3 3 1. بس شو كان هدفها؟ هدفها انه انا اقسم الداي هايبريد كروس انتو تو مونو هايبريد كروسز. نوت برجع بقول اذا كان عندي الراشيو على 16 هيدا دغري بروح انه هيدا داي هايبريد كروس، داي هايبريد كروس. اذا على 4 بتكون مونو هايبريد كروس، اذا على 64 بتكون تراي هايبريد كروس. مين اللي انتم مسؤولين عن هول الثلاثه؟ طيب اذا شفت انا جينوتايب ار شحطه، شو يعني ار شحطه؟ يعني هذا ممكن يكون يا اما ار ار يا اما ار ار، يعني هذا شو به؟ هذا هيتر، يعني الشحطه بتمثل لي انه هو هيتر، يعني ممكن يكون يا اما دوميننت ريسيسيف ممكن يكون دوميننت دوميننت. الشحطه دائما بتمثل لي انه هو ريسيس يعني هو هيترو، يعني عنده تو بوسيبيليتيز. اوكي شو بقى بدي احكي؟ طيب بس كمان نوت للي ما بيعرف، اذا عندي ار ار اوكي واي واي، شو هن الجامتس لهاي؟ هني ار ضرب واي، يعني عندي اول جامت هو ار واي كبير، تاني جامت هو ار واي صغيره، تالت جامت هو هاي هي الار واي كبيره ار صغيره واي كبيره، رابع جامت هو ار صغيره واي صغيره. هول جامتس اذا عندي هيك شيء. طيب حكينا عن ال عن ال عنهم لهول.
هلا اذا بدي احكي عن التست كروس قلنا عن الاندبند او لا خليني احكي عن الاندبندنت اسورتمنت. اذا عندي اكس 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 خليني اعتبر هودي هني البارتس 1 هودي رقم 2. كيف بيعملوا اندبندنت اسورتمنت؟ وحده اكس 1 بتاخذ اكس 2 بتروح على سيل، ووحده اكس 1 يعني هي بتاخذ هي وبتروح على سيل، وهي بتاخذ هي وبتروح على سيل. هي منسميها الاندبندنت اسورتمنت، as simple as that، يعني ما تعقدوا على حالكم على قد فكرتها. طيب هلا اذا بدي اجي احكي عن التراي هايبريد كروس، التراي هايبريد كروس هي كروسنج اوف 3 تريتس. تراي هايبريد كروس هي كروسنج اوف 3 تريتس. شو هن هول 3 تريتس؟ تراي هايبريد كروس هي كروسنج اوف 3 تريتس. مثلا اذا عندي A A B B C C cross A A B B C C، هيدا الكروس شو حيعطينا؟ هون شو الجاميتس تعولها؟ الجاميتس اللي لقالها A B C، هاي شو الجاميتس اللي لقالها A B C؟ هون مع بعضه شو هن الجاميت، شو هن الراشيوز اللي حيعطون الكومبينيشنز؟ هن يا أما A B C، حلوها لحالكم وشوفوا، يا أما A B C صغيرة، يا اما A B صغيرة C كبيرة، يا اما A كبيرة B C صغيرة، يا اما A B C، يا اما A B C، يا اما A B C، يا اما A B C. هول values. طب انا كيف بعرف number of recombination؟ في عندي رول بتقلي 2 power n هي بتحدد لي number of recombinations، where n شو هي؟ n هي مين؟ number of التريتس. يعني بالداي هايبريد كروس عندي التريتس هن 2، يعني عندي 2 باور 2، يعني عندي قد ايه؟ 4 ريكومبينيشنز. طب هون عندي 3 تريتس، يعني عندي 2 باور 3، يعني عندي 8 ريكومبينيشن. تعال نعد اذا مزبوط حكي، هذا ريكومبينيشن 2 3 4 5 6 7 8، يعني مجرد ما اشوف تريتس وبده النمبر اوف كومبينيشن بحط الرول 2 باور ان. اوكي؟ طيب هات لنعمل البرانش دايجرام تاع التراي هايبريد كروس. قلنا الهدف للتراي هايبريد كروس هي تقسم لي التراي لمونوس، يعني عندي هي مونو هايبريد هن للاي، وعندي مونو هايبريد للبي، وعندي مونو هايبريد للسي. طيب الاي هي الدوميننت، البي الاي الكبيره هي الدوميننت، الاي الصغيره هي ريسيسيف، يعني عندي 3 ارباع اي كبيره، عندي ربع اي صغيره. طيب هي شو حتعطي هون؟ حطعتي 3 ارباع بي كبيرة، ربع بي صغيرة، مش هي الريسيسيف؟ وهي شو حطعتي؟ 3 ارباع سي كبيرة، ربع سي صغيرة. هون شو حيعطي؟ نفس الشيء 3 ارباع بي كبيرة، ربع بي صغيرة، هون حطعتي 3 ارباع سي كبيرة، ربع سي صغيرة. تعالوا نضربهم ببعضهم، هي ضرب هي ضرب هي، حيطلع عندي 27 على 64. انا قلت فوق 64 ولا 65؟ احنا ما ننتبه يكونوا مغلق. 64 اوكي. على 64 شو؟ دوميننت 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 اي بي سي، هي ضرب هي ضرب هي حتعطيني شو؟ حتعطيني شو؟ حتعطيني ال هون، انتبهوا انا هون غلطت بشغلي، انه هون هون كل وحده بدها تعطي مرتين، يعني هي بدها تعطي كيف؟ هي بدها تعطي كيف؟ بدها تعطي مرة سي سي مع أول وحدة مع هال بي، ومع هال بي حتعطي مرة سي كبيرة مرة سي صغيرة. هون حتعطي مرة سي كبيرة سي صغيرة، هون مرة سي كبيرة سي صغيرة، يعني كل بي من هون بدها تنضرب مرتين، مرة بالكبيرة مرة بالصغيرة. يعني بتصير السي عندي اي كبيرة بي بي، هيدي البي مضروبة بسي كبيرة سي صغيرة، وهيدي مضروبة بسي كبيرة سي صغيرة، هيك بتصير. اوكي، ونفس الشي تحت عندي بي اي صغيرة، هاي الاي صغيرة مضروبة ببي كبيرة بي صغيرة، وهي مضروبة بسي كبيرة سي صغيرة، وهي سي كبيرة سي صغيرة. ratio of tri hybrid cross هو 27 9 9 9 3 3 1، هيدا الراشيو. اكيد ال 27 هي مين؟ الدوميننت اللي هي A B C، هودي الدوميننت ريسيسيف، هودي الريسيسيف دوميننت، واخر شيء عندي الريسيسيف ريسيسيف.
الوان هي الـ A B C. أوكي. الهومولوجس بير هني لما يكون عندي بير من ماتيرنال وبير من باتيرنال. أوكي شو بقى بدي أعطيكم لحد هلا تقريبا على فكرة خلصنا. The criteria to study chromosomes, the exceptions. قد صرت وقتها 25 لا طول. طيب أنا حوقف هون وحصور بارت 2 لحال. أوكي رجعنا لموضوعنا. بس بدي أرجيكم على هيد الصورة. هيد الصورة نفس المبدأ. هو عندي هون عندي homologous chromosomes هن وهو homologous chromosomes. شوفوا كيف عملوا separation عن بعضهم. رجعوا كيف عملوا assortment independently وصار عندي possible combinations أو gametes. اللي شرحتهم أنا كيفين هو الexample اللي هون هو كلهم هو أنا حكيت عنهم. حتى الexamples ذات الشيء ذات الexamples كلها بالparagraphs أنا اختصرته. وكل شيء اشياء من لازم تكونوا تعرفوها عملت عليها هون ريفيجن. طب هلا بدنا نحكي عن هيدي التيبل. هيدي التيبل شو بتختصر لي؟ بتختصر لي انه انا خليني ارسمها بخط ايدي بعتقد بتكون اوضح. خليني لاقي محل بس ابيض. اوكي خليني اكتبها هون. انا عندي تيبل اوف كومبليت. انتبهوا الكومبليت دوميننس تيبل غير التيبل تاعت الانكومبليت دوميننس. اوكي هلا خلينا نحن بالكومبليت. هلا شغلنا بالكومبليت. اذا عندي النمبر اوف بيرز بيرز انا كم بير اوف تريت عندي وعندي النمبر اوف فينوتايب هيدي الهاشتاج يعني نمبر اوف فينوتايب وبدي النمبر اوف جينوتايب بدي النمبر اوف هيموزايجيزيتي طلعت صغيره والنمبر اوف هيترو خلينا نحط الهيترو. طيب اذا عندي ان هي الـ number of pairs. number of phenotypes هي 2 power n قد ما كانت الـ n. يعني إذا كانت الـ n واحد تكون 2 power 1 يعني عندي 1 عندي 2 phenotypes. إذا كانت genotype حط 3 power n. إذا homozygous 2 power n. إذا hetero 3 power n minus 2 power n. يعني هون هي 3 هون هي 2 وهونيك شو هي 3 minus 2 يعني هي 1 hetero. نحفظها مثل اسمنا 2 power n for pheno 3 power n for geno 2 power n for homo و 3 power n minus 2 power n for hetero. اوكي هيدي التابل كتير مهمة. هودي الاليز حكينا عنهم شو يعني incomplete. لا هودي عفوا هودي بالchapter 5. اوكي هلا بالنسبة للrules اللي انا طلع probabilities the rule of probabilities. انا عندي هودي الrules اللي هون هودي مش مطلوبين ما بيجوا مش مطلوبين ملغيين. عندكم هود اللي هيك مش مطلوبين ما مش مطلوب منكم هو مطلوب منكم بس ان جنرال. انا عندي اثنين رولز. هذا الفيديو بعتقد يطلع قصير لان انا كان لازم خلاص خلصهم بفيديو واحد. بيطلع عندي لو اوف probabilities. عندي انا اثنين كيسز. عندي لما يكونوا البرودكت عفوا لما يكونوا مش برودكت قصدي لما يكونوا independent events عادة بتكون الكيورد هي مين الكيورد كلمة and. بس شوف كلمة and بالسؤال يعني p equal probability a cross probability b. اوكي طيب اذا كان عندي second case some. اوكي some او منقلهم exclusive events. شو بنعمله بنعمله نصم بنشوف كلمة or هي كلمة الكيورد اللي لي. بس شوف p equal كلمة or بعمل pa plus pb. اوكي هنحلها لهم اكسرسايز ان شاء الله لقدام. طيب اذا كان عندي combinations اذا كان عندي combination الكيس 3 كان عندي combination between two traits الرول بتقلي p equal n factorial على S factorial ضرب P أو T factorial A power S dot P power T dot يعني ضرب. طيب شو هي الآن؟ الآن هي ركزوا معي هي total number of events. أوكي S هي number of outcomes لهيد الإيفنت صارت outcomes of an event.
تي هي number of outcomes كمان of event. الاي هي شو؟ هي probability to have s. انه انا ده شو هي probability؟ هل هي نص ربع لحتى يكون عندي s؟ البي هي probability to have t، يعني الفينومينوم تي دائما البروبابيليتي بتكون less than من واحد، يعني بتكون ممكن 0.5 0.9 0.3 بس باغلب الاحيان هي less than 1. هيدي الرول مثلا اذا بدي اجي اطبق عليها، اذا عندي بالعائله شو البروبابيليتي ليطلع مثلا 6 صبيان، ليش عم بكتبها بالانترنت، اذا عندي فاميلي اوكي الان ايكوال 10، شو النسبة يطلع 6 صبيان 6 بويز و 3 جيرلز مثلا اوكي او 4 جيرلز اوكي. شو بعمل انا هون؟ اول شي باخد ال n هي 10، باخد ال s equal 6 اللي هن البويز وال t هي 4. طيب شو probability a لتصير ال s؟ شو نسبة انه 2 متجوز ويعطوني بنت صبي او يعطوني بنت؟ هي هاف، يعطوني 50% يعطوني بنت 50% يعطوني صبي، يعني الاي هي هاف والبي هي كمان هاف. اذا بدي اجي احطها للرول بتصير بي ايكوال ان فاكتوريال، يعني 10 فاكتوريال على اس فاكتوريال. مين الاس فاكتوريال؟ هي نمبر اوف بويز، يعني 6 فاكتوريال ضرب بين ضرب عندي تي فاكتوريال. مين التي فاكتوريال؟ هي نمبر اوف جيرلز، يعني سوري يعني 4 فاكتوريال ضرب 8 باور تي اس باور تي. شو نسبة يعطوني بويز؟ هي هاف باور 6 ضرب هاف باور 4. يعني دائما الاي والبي هني هو الاي والبي، اي والبي هني قدي البروبابيليتي او احتمالية لشي يصير اوكي. هو ديكي هن الافنس. طيب شو بقى بدي اعطي؟ إذا عندي P crosses، إذا عندي قلنا الـ R شحطة، يعني هايدي هي هيترو، ممكن تكون R R، ممكن تكون R R كبيرة R صغيرة حسب. بس بدي أعطي notes هون، خليني أكتبهم هون فيكن تنقلوهم معي. إذا كان عندي الـ parents هني A A B B cross A A B B و A A B B cross A A B B. هون ال F1 شو بتكون؟ A A B B. إذا كان عندي هي number 1 number 2، إذا كان عندي A A B B cross A A B B بكون ال F1 A A B B. هون بيسهلوا عليكم الحل. 3 إذا كان عندي A A B B cross A A B B بتكون الريزلت هي هي A A B B. إذا كان عندي بنوم 4 A A B B cross A A B B بتكون الريزلت A A B B. وإذا كان عندي برقم 5 A A B B cross A A B B الكبار يعني dominant تطلع result A A B B. وإذا عندي ياهن A A B B cross A A B B بتطلع A A B B. how mean how ال F1 result هو ال F1 okay. طيب البرانش دايجرام، البرانش دايجرام قلنا هي بتفصل لي الهومو لل اللي بتقسم لي شيء مثلا تراي اللي بتقسم لي اياها لاثنين مونو كرمال تسهل علي الموضوع. ببين معنا بالاكسرسايزز. هيدا كان شابتر 4، شابتر 4 كثير هين، بس نفهم اللي انا بعطيتكم اياه اللي انا شرحتهم. نلخص مثل ما انا قلته بيكون كل شيء بتعرفوا تحلوه. يعطيكم العافيه وموفقين، واي حدا عنده سؤال بيبعت لي وانا بس اقدر نزله يوتيوب حنزله ان شاء الله.